وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإحنا نرحب بيكم النهاردة في أول يوم في مرحلة جديدة في حياة حضراتكم. النهاردة لغاية دلوقتي يعني احنا بنتعامل معاكم حاصلين على ليسانس الحقوق، وحتى تاريخه برضو لسه ما قلناش يا أستاذ، بس أستاذ دي بعد لحظات هتبقى رسمي وبحكم القانون، لأن بعد كده هنحلف قسم الولاء لنقابة محامين مصر، ومجرد حلف اليمين هيبقى انتوا أعضاء في الجمعية العمومية لمحامين مصر، وهنتعامل يا أستاذ ويا أستاذة وتعامل رسمي طبقا لقانون المحاماه. لأول وقفة بالنسبة لكم، شوفوا العظمة بتاعتها شكلها ايه، شوف بداية الدخول في قانون المحاماة شكله ايه، شوف حياتك بتتغير ازاي، شوف طريقتك في الحياة بتتغير ازاي، شوف انت داخل ايه وخارج ايه، انت داخل ايه وخارج ايه، انت داخلة جات تحلف اليمين والتعامل معروف لسه كان لحد معين، خارج حضرتك دلوقتي أستاذ، وخارج حضرتك أستاذ، التعامل بتاعك كده والتعامل بتاع حضرتك كده، أساتذة محامين يمارسون مهنة المحاماة، يعلموا تماما ايه رسالة المحاماة، هنقولها بعدين بقى إن شاء الله في المعهد. يبقى إذن اليوم ده يوم تاريخي، من النهاردة أنت خارج غير ما كنت داخل تماما تماما، من جواك من داخلك، كل ده جديد عليك، كل ده لأنك أنت بدأت مرحلة حياتية مهنية جديدة، التعامل بتاعك هيتغير، التعامل بتاعك هيتغير بصفات معينة، بصفات معينة لازم ولا بد أن تنطبق بالنسبة لك، يعني رضينا أم أبينا لازم كده، لأن مهنة المحاماة الدخول فيها له شروط، وليه شروط محترمة جدا، وليه شروط أخلاقية أدبية معنوية علمية مهنية لازم تبقى موجودة، خلاص لازم دي تبقى موجودة في شخصية المحامي، ده كله لازم يبقى موجود. ليه؟ لأن ده اللي هيبنى عليه حياتك المهنية الفترة الجاية خالص. يعني احنا اتعلمنا في الكتاب في الكلية وفي التعب، لكن النهاردة احنا بنتعلم ممارسة مهنة المحاماة، كيفية تكوين شخصية المحامي، ازاي تبقي محامي، وده الأمور اللي احنا هنبدأ بيها في مهنة المحاماة، هنبدأ فيها في معهد المحاماة. طبعا احنا هنتكلم بمنتهى الوضوح، احنا محتاجين علم مهني، محتاجين كده فعلا، احنا محتاجين، لأن اللي جاي مطلوب مننا فيه حاجات كتير قوي، ولذلك معهد المحاماة
عليه مسؤولية خطيرة جدا. ليه؟ لأن معهد المحاماة عشان إحنا بدأنا فيه خير عليكم جميعا. عفوا متأخر شوية معلش. لا هنسمع اللي بدأنا. وطبعا احنا من حسن الطالع بالنسبه للدفعه دي او الدفعات دي يعني حسن الطالع ومن حظكم ان تبداوا مهنه المحاماه على يد عالم فقيه استاذ قانون استاذ في كل وسائل المعرفه نتعلم منه مهنة المحاماة الأصلية كما بدأت، نتعلم منه إزاي تبقى محامي، لأن لما يجي يتناول السيرة الذاتية أو السيرة لمهنة المحاماة هيعرفنا إيه هي مهنة المحاماة، إيه رسالة المحاماة، كيف بدأت مهنة المحاماة، من النقبة العظماء في مهنة المحاماة، الناس دول كانوا النقبة دول كلهم كان ايه؟ اللي كان وزير واللي كان رئيس وزراء واللي كان ده المحامين، دي عظمة المحاماة، ولازم نعرف ونبدأ ونتمسك بعظمة مهنة المحاماة، لازم لما نبدأ بيها بالطريقة دي على يد نقيب، على يد نقيب، كلنا حريصين على اللي احنا نتعلم منه كل صغيرة وكبيرة رغم سننا ورغم ان احنا مارسنا المهنة لكن بنتعلم منه كل يوم جديد، كل يوم بنتعلم منه جديد. انا مش هضيع وقت ولكن عايزين نسمع كلنا ونشوف معالي النقيب هيقول لنا ايه.